عايز اعرف بقى الكواليس اللي كانت في الصفقه قبل ما ارجع تاني للصفاقس والشرط القياده اول مباراه ليك في نادي الصفاقس. لكن كان في المطار كان في موقف كده حصل لما حضرتك جاي توقع مع الاهلي، حصل مراوغه كده وحصل شويه كواليس في المطار تقريبا على ما اتذكر. هل الكلام ده كان صحيح؟ لا. كان في بعض المراوغات في المطار، حضرتك في حاجه اتعملت علشان تهرب من حد كان مستنيك؟ كان في كلام كده فعلا؟ لا في ما ايه اللي حصل بقى كابتن؟ اول ما طلع الخبر اللي انا جاي على النادي الاهلي، في ناس اتصلت قالوا مستعدين. ان حلو قوي، يعني انا عارف مين. رغم انه يعني وقتها نادي الزمالك فيه اربع جانب يعني، مش بس ممكن خاطر وبعد قال لو موافق ممكن نطلعك من المطار مش حد هيشوفك. لكن كما قلت لك انا انسان عندي مبدا يعني، ممكن اتفقت مع النادي الاهلي وقتها مش نغير، مستحيل مهما كانت الاغراءات. وبعد في المطار وتعرف يعني كان في صحفيين منتظرين حضرتك، وكان في تصوير، وكان وليلة في مش عارف شنو الهروب يعني كان فيلم كبير. انا عارف كان فيلم كبير، كان فيلم كبير يعني، مراوغات كبيره. لا طيب ممكن في طلعنا في السياره انا وباشمهندس عادل القاي، السواق نتاع قال له احنا رايحين فين؟ قال له اطلع نقول لك. باشمهندس عادل القاي حتى رايحين فين ما قالوش. باشمهندس عدلي حريص كده على المعلومات ان هو ما يقولهاش لحد. قال له اطلع نقول لك من بعد احنا رايحين فين. طيب تعالى كده نرجع تاني للصفاقس.